بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ازاي تعمل كود على مايكروسوفت وتستخلص الكود؟ اول حاجة ان انا باجي بكتب العنوان اللي كنا بنعمله للحدث الفترة الماضية، نفس الموقع بالضبط اللي هو education.microsoft.com-board، وبيفتح لي الصفحة زي اللي موجودة أمامكم الآن. يبقى أنا بكتب اللي هي صفحة ترينر داشبورد، وديتي العنوان بتاعها educationmicrosoft.com/داشبورد، وبفتحه وأعمل الكود. إزاي بعمل الكود؟ بضغط على نيو ترينر نيو تريننج، و افتح الصفحة اللي هعمل من خلالها الكود. اول حاجة لو انا حابب ان انا احوله العربي، بضغط كليك يمين في اي مكان فاضي في الاماكن دي اهو، وبضغط ترجمة الى اللغة العربية. وبعدين هعبي الحدث بتاعي عادي خالص، معلش هو النت تقيل شوية، إنما في المكان المستطيل ده بيجيب لي التاريخ بتاع اليوم اللي أنا هعمل فيه الحدث أهو، بالضغط عليها بيجيب لي التاريخ، وليكن تاريخ اليوم اللي هو 20/5. هنا بختار نوع التدريب، ترجمة إلى العربية، المهم هو هنا النوع التدريب. اهو بختار وقت التدريب، عفوا وقت التدريب، المدة اللي اخدها التدريب قد ايه، ساعتين او ثلاث ساعات او من ساعتين لاكثر، اقل من 4 ساعات. وبعدين هنا الدولة، وبعدين هاخد نوع التدريب اللي أنا هعمله، كان أونلاين وبعدين كمان
بختار نوع التدريب اللي أنا هقوم بيه، إن كان تدريب خاص بأوفيس 365 أو التيمز. عندي مجموعة من التدريبات كبيرة جدا، ودي الخاصية الجديدة اللي نزلت حديثا مع تحديث لمايكروسوفت الليرن. يعني أنا لو جيت واخترت مثلا مهارات القرن 21 وضغطت عليها، هو ده الجديد، إن أنا بضغط عليها بيفتح لي صفحة جديدة. أما تفتح الصفحة الجديدة هنروح على إحنا طبعا ما ننساش نعلم عليها، هنروح على كمان نوع الناس اللي هتتدرب معايا، الفئات اللي هتتدرب معايا أنهي فئات. عندي فئات كتيرة جدا، عندي مدربين وعندي معلمين. ممكن أختار أي 3 فئات، وبعدين هنا كمان كم واحد هيتدربوا معايا، ممكن نقول 200. كم منظمة هيشاركوا معايا، أو بمعنى أصح كم من الإيميلات المختلفة أو الدومين المختلف هيشارك معايا، ممكن نخليهم حتى 20 على أساس إن إحنا من دول مختلفة. الكود كان الأول هو بيخلق لي الكود بعد ما خلص المالو، الآن عاد بيفتح لي صفحة جديدة من خلال التدريب اللي أنا هأديه، وبيطلب مني إن أنا أعمل الكود وبعمله في الصفحة اللي فيها التدريب اللي هي بتاعت مهارات القرن 21، وبطلب مني هنا كام واحد هيتدربوا معايا على مهارات القرن 21، بكتبها 200 زي ما أنا سجلتها هناك، وباخدها كوبي وأروح أسجلها كمان في المكان اللي أنا كنت بعمل فيه الحدث وأعمل له بيست. كمان بختار يعني مين هيقوم بالتدريب، أنا بقول له شخصي، فهو جاب لي على طول اسمي. بنزل على طول بقول لي أنت هتستخدم إيه، هتستخدم جوجل وهتستخدم مثلا ويندوز وحاجات أخرى. لو عملت له أخرى بيفتح لي مكان للكتابة بكتب فيه، إنما أنا أقول له حفظ. بقول له حفظ. طبعا لما قلت له حفظ هو بيحفظ، وعلى طول جاب لي الكود. باخد الكود وبروح واخده نسخ، واروح على الليرن وافتح الملف الشخصي بتاعي اللي هو الملف التعريفي، وبروح ملف التعريفي بضغط عليه على الصورة، وبضغط على الملف التعريفي، وبروح على الإنجازات بتاعتي الإنجازات، ومن خلال الإنجازات بنزل تحت شوية وهتلاقي استرداد رمزك الآن. بضغط عليها وباجي في المكان اللي هو بتاع الاسترداد اللي شايفينه حضراتكم، وبضغط عليه لصق.
وبعدين اضغط استرداد، وبعدين يقول لي لقد اضفنا انجازاتك الى ملف تعريفك الشخصي. خلاص، لو انا حبيت اعرف بضغط عليها وبيفتح لي الانجازات بتاعتي، وبكده يبقى اتعرفنا على ازاي اعمل كود وازاي استرد الكود على موقع مايكروسوفت ليرن، وازاي اعمل كود استرد الكود على مايكروسوفت ليرن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.